مرحبا بكم في قناة مطبختي لمسان. اليوم المطبخي جبت لكم حلوة تقليدية ومزمان جداتنا يعملوها، وحتى الضروء وحنا باقيين نعملوها وما استغناوش عليها، موجود في كل بيوت الجزائرية، اللي هي حلوة الطابع. شكون اللي ما يحبش فينا حلوة الطابع؟ يحبها كبير وصغير. بالطريقة تاع اليوم ان شاء الله تنجحوا فيها وما تجيكمش كامل مدكنا من الداخل، اذا خليكم معايا وتبعوا المقادير وطريقة التحضير. ولتحضير حلوة الطابع نحتاجوا فيها الى كيلا بيض، كيلا سكر، كيلا مايزينا اللي هي النشاء، وكيلا زيت. هنا نفس الكيل نعبروا به كم هاد المقادير. انا اختاريت كاس سعه ديالو 200 ملليلتر. تعدوا تختاروا كاس ولا غرفيه. وفضل لي كميه البيض 4 حبات البيض كبار. بالنسبه للبنات اللي يحبوا يعرفوا كميه البيض شحال جاتني في هاد الكاس، ملعقه صغيره تاع لافاني وقشور تاع حبه البرتقال. تعدوا تعملوا قشور تاع حبه الليمون ولا تكتفيوا بلافاني. زوج علب تاع خميره الحلويات، كل علبه تزن 10 غرام. اللي خصكم تعرفوها في حلوه الطابع، كل زوج حبات تاع البيض يقابلها علبه واحده تاع خميره الحلويات تاع وزن 10 غرام. اذا انا عندي 4 حبات تاع البيض، جاوني زوج باكيات. بالطبع الفرينه باش نلموا العجين. اذا نبداو بسم الله. اذا نبداو نحطوا في الوعاء ديالنا البيض، نزيد له السكر، ونزيد له قشور تاع البرتقال ولافاني، ونخلطهم مليح بالدراب اليدوي. تبداو تستعملوا الباتر في هذه المرحله. اذا نخلطوا مليح البيض والسكر حتى يذوب لنا هذاك السكر مليح، والخليط ديالنا شويه يبياض لنا. عاد نبداو نضيفوا في الزيت، نعاودوا نخلطوا مليح هذاك الزيت. كي نحسوا بلي الخليط ديالنا صايت خلط لي مليح، في هذه المرحله نزيد المايزينا. ندخل المايزينا غير بشويه، ونبدا نضيف الفرينه حتى تنطم لي العجينه. اذا بنفس الكاس اللي عبرت لكم به المقادير، اللي ماش نعبر لكم به الفرينه هكذا باش نعاونوا المبتدئات كما اللي عودتكم. اذا نعمل الكاس الاول، نزيد الكاس الزاوج، نزيد الخميره الحلويات، هذه العلبه الاولى وهذه العلبه الثانيه. ندخل هذه الفرينه بالفويل، ومن بعد نبدا نستعمل في يديا باش نطموا العجينه. إذا نستعمل يديا، نزيد الكاس الثالث، ونوجد الكاس الرابع، ونشوف هنا الكمية الفرينة حسب الحاجة، المهم ما نشفوش بزاف العجينة. إذا بسم الله، نزيد الكاس الخامس، نعمل النصف ديالو. هنا حلوة الطابع ما خصناش نشفوها بزاف باش ما تجيناش قاصحه وتجينا مخفيفه من الداخل. اذا صاي اكتفي بكميه الفرينه. خصنا العجينه ديالنا تبقى تحت شويه تصقع. شوف هذا هو القوام تاع حلوة الطابع. اذا نحي العجينه من يديا، نقدي على الفرن ديالي يسخن، نمشي نجيب الصينيه ديالي، نعاود نرجع لكم ان شاء الله. راني عاود رجعت لكم من بعد اللي نحيت هذيك العجينه اللي كانت عندي بزياده في يديا، ونسيت ما وريتلكمش الكميه الفرينه اللي استعملتها. اذا كنا في الكاس الخامس، ما عملتوش كامل الكاس. شوفوا الكميه الفرينه اللي بقات لي، بقى لي حوالي ثلث تاع الكاس. هذا بالنسبه لكميه الفرينه. نعاود نوريكم قوام تاع العجين. اذا شوفوا العجينه ديالنا طريه بزاف، صح ما تلصقناش في يدي. اذا نمشي نجيب الصينيه ديالي نعاود نشوف. راني جبت البلاطو ديالي اللي يمشي الفرن، عملت له ورق الطهي باش ما تلصقليش حلوة الطابع. قديت على الفرن ديالي على 180 درجه مئويه. جبت الطابع اللي نطبع به هاد الحلوه تاع الطابع، حبيت نعملو هاد الوريضات. هنا تحبوا اي شكل، تحبوا قلوب، تحبوا مربعات. نفدو كميه من العجين، طبعا رشوا طاوله العمل في الفرينه، العجينه ديالنا خفيفه، ونبسطوها. ناس زمان كانوا يحلوها غير بيديهم، ما كانوش يستعملوا الحلال. صح راني ماشي نستعمل الوراء ولا الحلال باش ما تبقاناش لي تراس تاع صباعنا. اذا نفتحوا العجينه ديالنا، ما نعملوهاش رقيقه بزاف، بالطبع ماشي خشينه بزاف. حلوه الطابع شويه تجي في السمك ديالها عالي. اذا نشوفوا السمك تاع العجين، هذا هو السمك تاع حلوه الطابع. كاين اللي يعملها عالي على هادشي، انا ما نحبهاش بزاف سميكه. اذا نطبع الوريضات ديالي، شوفوا السمك ديالها، هذا هو السمك تاع الكاطو ديالنا. اذا نطبعوه موريضات، هاو هدا، نحطوه مباشرة في البلاطو. اذا بنفس الطريقة نشكل كامل العجينة ديالي، نطبعها ونعاود نشوفكم ان شاء الله. كملت وطبعت العجينة ديالي، والان فوتو باش ندهنو السطح ديالها باش ندخلوها الطيب. اذا نحتاجو فيه الى حبة تاع البيض كاملة، زدتلها ملعقة كبيرة تاع القهوة طايبة جاهزة، ولا اللي ما عندوش يأتي يعوضها ملعقة صغيرة تاع النسكافيه، ونزيد لها قليل من لافاني. نخلطهم مليح هذا الخليط ديالنا باش ندهنوا به في السطح. بالطبع للتزيين نحتاجوا شويه تاع السكر، وهكذا ابيض ولا السكر ملون هكذا حبيبات.
إذن البانسو ديالنا ندهنوا الوريضات ديالنا بشويه الخليط باش يعطي هذاك اللون الذهبي شباب. وهنا داكم الاختيار، الناس زمان كانوا يعملوا غير السكر من الفوق، بصح ولادنا دروك راهم يحبوا بزاف هاد الحلوى ملونه. وندخلوها طيب لنا من تحت، كي نحسوها بلي طابت لنا من تحت نقديو على الفرن ديالنا الفوق باش تتحمر، ونشوفها ان شاء الله من بعد لي طيب. غير دروك خرجت الكاطو ديالي مكوشه من الفرن، حبيت نوريه لكم في الصينيه باش تشوفوا الحجم ديالو كيفاش يسمن، شوفوا كيفاش ضعف الحجم ديالو. كانت الحبه صغيره، شوفوا كي كبرت، شوفوا راه تسخن، شوفوا الشكل ديالو، شوفوا الطياب ديالو. نخليه يبرد، نعاود نقص لكم واحد الحبه ونشوفكم ان شاء الله فيما بعد. الكاطو ديالي صايره برد وراني حطيته في طبق التقديم. حنا هنا في تلمسان نسميوها الكاطو تاع الطابع، وفهرني يسميوها حلوة الطورنو باش نعرف المناطق الاخرى كيفاش يسميوها. اذا عنده شي تسميه واحده اخرى ماذا بكم تكتبوا لنا في التعليقات. اذا شوفوا كيفاش يجي الطياب ديالو، تحمروه من تحت وحشوين نحمروه من الفوق. هنا كل واحد كيفاش يحب، كي اللي يحبوا محمر على هذا الشيء، كي اللي يحبوا كبير، كي اللي يحبوا غليظ على هذا الشيء، كل واحد كيفاش يحب الكاطو ديالو. اذا بالنسبه للكميه اللي تحصلت عليها في هذا الحجم الصغير هكذا وريضات، جاتني 75 حبه بربع حبات تاع البيض. اذا نفتح لكم واحد الحبه باش نشوفوه كيفاش جا، شوفوا كيفاش يجي، يجي خفيف ما يجيش كامل يابس، يجي من برا مقرمش ومن الداخل يجي طري وخفيف. اتمنى ان الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش البنات كي تجربوها تدعيو لي بدعاوي الخير، اللي عندي تسوى الدنيا وما فيها، ونشوفكم في وصفه اخرى ان شاء الله.